الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. أبشرك بكلمة تمحو الخطايا، ولو كانت هذه الخطايا كزبد البحر، ولو كانت كرمل عالج صحراء كبيرة في الجزيرة العربية، ولو كانت كالقطر الخطايا، ولو فررت من الزحف الذي هو من الموبقات السبع، فضل من الله وكرم. قال عليه الصلاة والسلام: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ولذلك الزم هذه الصيغة وقلها قبل النوم ثلاثا، يعني فيها أجر آخر. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تغفر ذنوبك، ولو كانت كقطر السماء، ولو كانت كرمل عالج، ولو كانت كزبد البحر، ولو فررت من الزحف، فضلا من